كلام، لكن كاين فرق بين مؤسسة متعثرة ومؤسسة ما خدمتش. كاين الناس، هو باش نكونوا يعني صراحة وننوروا المشاهد الكريم، كاين الناس ما خدمتش أصلا صح وما دارتش مؤسسة أصلا، كاين الناس بدات دراهم صح واستعملتها في أشياء أخرى. صح هادو ماشي هما اللي كنت دافعوا عليهم أنتوما في اعتقادي. كي يقولوا مؤسسة متعثرة ولا مؤسسة فاشلة، اقتصاديا فيها فرق فيها كبير فرق كبير. أكيد. الفشل لا ينعش، الميت لا يحيى. صح المتعثر قادرين نستعدين نمولوه، قادرين نعاونوه باش نلقاو له حلول، الاسواق بارك الله من هذا القبيل. المؤسسه المتعثره قادرين نقولوا بلي المؤسسه المتعثره الموجود في المؤسسه يتخطى حجم الدين، هذه مؤسسه نقدر نقولوا متعثره. وزيد باريكزومبل مؤسسه عندها مشاريع ولا عندها دفتر اعباء وهي تخدم، راهي تخدم بصح بالك كاين مشاكل في تحصيل المستحقات تاعها في وقت دفع الاقساط، هذه ثاني كنعيطوها مؤسسه متعثره. بصح المؤسسه الفاشله هي فاشله، ومن جهه القانون المؤسسه الفاشله ما صار هي العداله، هي تفصل في تفصل في في الامر. انت راك حكيت على العداله، والاخ بالعباس كيف تتعامل الاداره مع المؤسسات المستفيده يعني القديمه اللي عندها سنوات وهي في هذا المشكل، كيف تتم التعامل معها؟ تكمله السؤال تاعك استاذ الخطر، استاذ السؤال مهم جدا. انا قلت واحد الطرح سليم جدا، وانا انسان تقني، وكما نقول في الحقيقه ليس كل مستفاد هو يعني كان عن نية تاعو باش يستفيد. كاين متحايلين، كاين اللي يحوسوا بيض الاموال، وكاين اللي باش يوجه ذيك الاموال لاشياء اخرى. اشياء اخرى بارك الله فيك، هذا تلاعب اللي لازم نقولوه، لازم نقروا به. سامحني يا عقابر، كاين بيئه اللي شجعاته باش يجي لها. لا اسمح لي يا استاذ كريم، واحد صاحب مؤسسه، انا درك امام المشاهد الكريم، واحد صاحب مؤسسه مستفيد وكانت النوايا تاعو يخدموا في شل، واحد اخر كانت النوايا تاعو ماهيش مليح. كاين فرق، انا بارك الله فيك، اقليه فرق كبير في بارك الله فيك. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.